بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. متابعينا الكرام، مشاهدينا الاعزاء، هكذا انطلاقة شوطنا الرابع الخاص للقعدان الجذاع ومن مسافة 5 كيلومترات. اذا متابعينا الكرام، ما هي الا لحظات وفيكم مع الخمس المراكز المتقدمة مقدمة الشوط. المركز الأول، هنا شعار هذه اللحظات مقدمة الشوط، هنا سلهود شعار عادل بن عبد الرحمن المطيري يقدم لنا سلهود، بينما المركز الثاني شعار في هذه اللحظات علي بن سالم بن علي المري مع انطلاقة فريح يأتي على المركز الثاني. المركز الثالث وصل غصاب شعار سيدي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، يقدمنا غصاب خالد بن عبد الله بن طالب بن شريم، يأتي في المتابعة وفي المراقبة في عملية التضمير. شعاري لواحد وشعار الصداوي من اختطف الأشواط الرئيسية، هذا الشعار الكبير شعار سيدي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود مع انطلاقة غصاب. المركز الرابع شعار بهذه اللحظات هجن زعبيل مع منذر ياتي على المركز الرابع، راشد بن محمد بن مروشد في عملية التضمير. المركز الخامس عايض بن رفعة بن عايض العاطف القحطاني مع انطلاقة سعود، ماجد بن محمد بن حلفان المري يأتي في عملية التضمير. المركز السادس شعار حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي مع المرتجم يأتي على المركز السادس، شعار بن غدير يأتي مع سادس الأسماء، يقدم لنا المترجم يأتي على المركز السادس. المركز السابع شعار سعيد بن علي بن سعيد البريس المري مع الأدهم يأتي على المركز السابع. المركز الثامن غيث شعار عاطف بن عطية القرشي يأتي على المركز الثامن، وتاسعا شعار بن اللحظات راشد بن سعيد بن محمد بن مروشد المهيري مع سياف. المركز العاشر واختتم بين نداء شعار فارس بن سالم المري مع انطلاقته في هذه اللحظات الجذابة. هكذا كانت النتيجة مع العشر المراكز المتقدمة، ولكن لنا عودة إلى مقدمة الشوط وإلى صدارة الشوط. المركز الأول الصدارة مع صدارة الشوط ومع المقدمة، هنا شعار اللحظات مقدمة الشوط شعار علي بن سالم بن علي المري مع فريح. فريح ولك شعارك يا بن رفعان، عايض بن رفعان بن عايض العاطف القحطاني مع سعود، سعود ياتي على المركز الثاني، ماجد بن محمد بن حلفان في عملية التضمير، الشرس ياتي في المتابعة وفي المراقبة مع انطلاقة سعود. المركز الثالث غصاب شعار سيدي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، خالد بن عبد الله بن طالب بن شريم ياتي في المتابعة وفي المراقبة. المركز الرابع شعار عادل بن عبد الرحمن المطيري ياتي مع انطلاقة سلهود، ياتي على المركز الرابع. المركز الخامس غيث عاطف بن عطية بن حسن القرشي يتقدم بعادل، ياتي على المركز الخامس راشد بن سعيد بن حلفان المري ياتي في المتابعة وفي المراقبة على المركز الخامس، ولكن لنا عودة إلى مقدمة الشوط إلى صدارة الشوط
الشوط المقدمة مع غصاب غصاب غصاب، شعار سيدي صاحب السمو الملكية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود. يقدم لنا غصاب، يقدم لنا غصاب خالد بن عبد الله بن طالب بن شريم بن شريم مع المتابعة والمراقبة في عملية التضمير، بينما المركز الثاني علي بن سالم بن علي المري مع انطلاقة فريح فريح، ولكن غيث 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 وصل شعار عاطف بن عطية بن حسن القرشي ياتي على المركز الثالث. المركز الرابع سعود عايض بن رفعان بن عايض العاطف القحطاني، والمركز الخامس شعار فارس بن سالم بن علي المري مع الجذاب شعار المجنين ياتي على المركز الخامس، ولكن الصدارة مع غصاب غصاب وغيث غيث وغصاب، ولكن غصاب الكيلومتر الأخير الكيلو الخطير الكيلو المثير، يا هل الجلاع يا هل الامتاع يا سلام غيث، ولكن غصاب غصاب بشعار سيدي صاحب السمو الملكية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود. يقدم لنا غصاب خالد بن عبد الله بن طالب بن شريم في عملية التضمير، غيث على المركز الثاني، عاطف بن عطية القرشي، راشد بن سعيد بن حلفان المري بدأ ينطلق بدأ يندفع، ما شاء الله تبارك الرحمن، انطلق غيث شعار عاطف بن عطية القرشي ياتي على المركز الأول، عاد غصاب للصراع والنزاع من أجل البقاء بالنوماس والانتصار، ولكن غيث غيث وغصاب، ولكن غيث صاحب العوايد وصاحب الإنجازات إخواني، هذا القعود ما هو غريب علي، صاحب الرمز في العام الماضي في مهرجان سمو ولي العهد الأمين 2023، صاحب الكاس لسن الجذاع، ما شاء الله تبارك الرحمن، غاث وبن هرموس بن هرموس ياتينا عند الامتار الاخيره مع انطلاقه سمحان 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 سمحان، بن هرموس عند الامتار الاخيره يخطف نوماس على الشوط، فهد بن سالم بن هرموس العطوي ثانينا، والنوماس هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني شعار عاطف بن عطية القرشي مع غيث، المركز الثالث غصاب شعار سيدي صاحب السمو الملكية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، المركز الرابع شعار مانع بن فرج بن مانع الرزق مع الكينج، وهو المركز الخامس شعار المركز الخامس سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة مع لاضي حضر على المركز الخامس. متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء، تهانينا والنماس لمالكي سمحان وشعار بن هرماس ياتينا عند الامتار الاخيره، فهد بن سالم بن سليم بن هرماس الاعطوي منتزعا وخاطفا لنوماسي هذا الشوط، تهانينا والنوماس لك بن هرماس والسلام الى ابنائه ابوك الورد على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الجميل. ها هنا لحظه وصول سمحان منتزعا وخاطفا لنوماسي هذا الشوط، شعار فهد بن سالم بن هرماس العطوي، تهانينا والنماس العطوي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الجميل من فاجانا عند الامتار الاخيره، تهانينا والنماس لك يا بن هرماس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الجميل. متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء، لحظات ونوفيكم بالتوقيت الزمني لمالكي سمحان بشعار فهد بن سالم سليم بن هرماس العطوي، ها هنا لحظه وصول هرماس 8 دقائق 7 ثواني 91 جزءا من الثانيه، هكذا توقيت سمحان بشعار فهد بن سالم سليم بن هرماس العطوي، تهانينا ونماس لك يا بن هرماس على هذا الفوز وانتصار الجميل.